مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. نبدا بقى اخبارنا مع حضراتكم. يعني الحمد لله نطمن طبعا على اثنين من نجوم الفريق اللي غيابهم اعتقد انه احنا متفقين كان مؤثر الى حد كبير. المالي اليو ديانج لاعب وسط النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بدايه من بكره هيكون موجود في تمرينه الفريق الاول بعد ما تعافى من فيروس كورونا طبعا اللي حرمه سواء من التدريبات او من ماتشات الاهلي الاخرانيه، وان شاء الله يكون جاهز للماتشات اللي جايه. كمان نجم الفريق وليد سليمان الحمد لله طمنا عليه، خرج من المستشفى بعد ما اقترب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا، وده اللي اكده دكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي. وبكره ان شاء الله ابتداء بقى من بكره ندخل في الجد، واحنا ما لحقناش نخرج من الجد عشان ندخل فيه، بس هندخل في الجد ابتداء من بكره عشان نستعد لمباراه مصر المقاصه، اول ماتشات الاهلي في الدوري اللي هتتلعب ان شاء الله يوم 13 ديسمبر يوم الاحد اللي جاي، ودي انطلاقه سيزون جديد او انطلاقه بطوله الدوري الممتاز.